هذا فيديو شرح سريع للملزمة للدوائر مع الملزمة الثالثة والرابعة حتى لا يصير حجم الفيديو كبير ويتأخر بالمونتاج والرفع. فهذه شرحنا بالفيديو السابق انه من حنربط بوابة الناند بالترانزسترات ازيد من ادخال، مثلا هنا صاروا 5، فالفي اوت لو حتصير اكبر من الفي ان لو. فاذا نقول 5 في 0.2 مثلا فحتصير 1 فولت، وعندنا الفي ان لو هي مع الترانزستور 1 هي 0.7 تمثل. زين احنا ليش ما نريدها تصير اكبر من الفي ان لو؟ تبقى الفي اوت لو اصغر من الفي ان لو، لان اذا ربطنا ترانزستور لود على بوابة الناند هذه، فالترانزستور هو الدايود هو 0.7، الفي ان لو قيمة الفي ان لو مال هذا اللود 0.7، واحنا حصلنا اللو 1، الفي اوت لو 1 فولت، ف يعني 1 فولت حيشغل لنا الدايود، بينما احنا نريد الانبوت يكون لو على الترانزستور هذا حتى يصير اوبن سيركت. بما انه اشتغل الترانزستور ف يعني ما صار اوبن سيركت، ما صار كات اوف، لهذا حولناها الى الدايودات ال DTL NAND gate. اذا هذه NAND gate مثلا ناخذ منها ادخال واحد حتى نشوف شنو اللي حتاثر بال VTC مالنا. الادخال هنا بما انه المقاومه صارت مربوطه ويا هذا المصدر، ماكو مقاومه هنا، ف وفولتيه هذا الدايود حتروح ويا هذا الدايود، باعتبار اذا ناخذ لوب فموجب وسالب الدايودين يعني ينلغون، يبقى لنا الفي ان يساوي في بي اي. فبحاله اللو في ان لو حتصير في ان يساوي في بي اي فورورد اكتيف واللي هي 0.7. بالحاله الهاي بالساتوريشن يعني ف الفي اوت في ان هاي العفو حتصير ال VBE saturation لأن ماكو مقاومة، ف VN تساوي فقط ال saturation VBE saturation 0.8. ف الدوائر ال VTC الرسم مالها حيصير هاي بالضبط، ال Vout هاي 5 فولت، عندنا ال Vout low هي VCE saturation ف 0.2، وهنا VN low 0.7 و VN high 0.8. فإذا نجي نشوف النويز مارجن لو حنشوف انه هي من الـ 0.7 الـ 0.2 5 0.5 فولت، والمسافة من بين هذولا حتصير 4.2 لأن هاي 5 فولت وهاي 0.8 ف 4.2 فولت. فطبعا هاي مكبرة حتى بس نبين هذولا. هنا اذا نجي مثلا ناخذها على القياس، هذه 1 فولت 2 فولت 3 فولت 4 فولت 5 فولت، شلون حتصير الموجه مالنا؟ نحصل هاي يعني مسافه قليله جدا، بينما اكثر المسافه احنا نحصل اوتبوت لو. فحتى نزيدها شويه هذه نحتاج نربط، ثواني، هذه حنربط دايود اخر هنا. ليش؟ هسه نتخيل هاي ماكو المقاومه والمصدر، فهذا الدايود ايش راح يسوي؟ قلنا اذا ناخذ لوب، تخيلوا هذا ايضا ما موجود، عندنا ادخال واحد، فاذا ناخذ لوب شنو حيصير؟ الدايود موجب وسالب حيروح، فالفي ان حتصير قيمه الدايود زائدا في بي اي، ف 0.7 او 0.7 حتصير 1.4. فاذا نيجي نلاحظ انه هذه شويه صار مسافه اكبر بيها بالنسبه للاوتبوت هاي، بس شنو حيصير عندنا مشكله؟ هاي بالنسبه للفورورد حتصير 1.4، بالساتوريشن الفي ان هاي حتصير 1.5، لان ايضا ماكو مقاومه، فهي فقط فولتيه الدايود وفولتيه الفي بي اي. فهنا النويز مارجن اذا نيجي نلاحظ نويز مارجن لو 0.5، فاحنا زيدناه من خلال اضافه الدايود هذا،
فالنويز مارجن لو صار ازيد، والنويز مارجن هاي اكيد راح يقل. زين، فكرة او اضافة هذا الجزء مال المقاومة والمصدر السالب هي بما انه دا يتحول بسرعة من حالة الساتوريشن الى حالة الكت اوف. ليش دا يتحول بسرعة؟ قلنا لان مسافة بينهم بوينت واحد فقط، الفي ان لو والفي ان هاي من المقاومة صارت هنا، ف بوينت واحد الفولت هي بوينت واحد مع الانتقال من الساتوريشن الى الكت اوف. من حيصير كت اوف ذول الدايودات ما راح يشتغلون، الترانزستور يصير اوبن سيركت، طرف البيس حيبقى بيه شحنة. هاي الشحنة من وين جت؟ لان عندنا لما صار ساتوريشن احتاج انبوت عالي، فالانبوت العالي يعني يخلي الشحنة كبيرة على طرف البيس حتى يتحول الى ساتوريشن. من يرجع كت اوف الترانزستور يصير اوبن سيركت، وقلنا المسافة هي صغيرة من الساتوريشن الى الاوبن سيركت، فهاي الشحنة ما راح تلحق تتفرغ، حيصير هنا اوبن سيركت والترانزستور اوبن سيركت، تبقى شحنة على طرف البيس. فحتى نتخلص من هاي الشحنة باعتبار نصفر طرف البيس، خلينا نقول نصفر الذاكرة مثل بالمايكرو يعني، فهنا حتى نصفر الشحنة الموجودة بطرف البيس نحتاج نربطها على مقاومة ومصدر، المصدر سالب حتى يسحب الشحنة باتجاه الأرضي. فهاي فكرة المقاومة والمصدر. الفيديو السابق إذا تذكرون أو اللي شاف الفيديو، قلنا بالدائرة السابقة مع الـ RTL ما راح ينفع نغير الـ Noise Margin Low، هي حتبقى VN Low 0.7 أو V Out Low 0.2 أو الـ VCE حتصير 0.2 أو 0.1 حسب اللي يعطيها بالسؤال. فحيفرق أنه V Out High حسب اللود نغير بيها، كل ما نزيد اللو V Out High حتقل، من راح تقل Noise Margin High راح يقل كذلك. بس هنا بهاي الدائرة بما انه ما بقى عندنا مقاومة طرف البيس فهي دايودات فقط، كل ما نضيف دايود ازيد النويز مارجن لو راح يزيد. فهاي الفكرة انه حولنا على يعني او ميزة اخرى من دائرة الدي تي ال انه نقدر نتحكم بالنويز مارجن لو والنويز مارجن هاي. هذا مثال على دائرة ال Modified DTL Gate. هنا إذا تتذكرون بالدائرة الـ RTL Gate كنا نحسب عدد الـ Fan Out، كنا نحسبهم وين القانون؟ الـ I Out على I N Dash، فالـ I Out كنا نحسبها I Out High من الترانزستور يصير Open Circuit، التيار حيجي على اللود، والـ I N Dash قيمة كل تيار دا يدخل بكل فان اوت. هنا دائرة الـ DTL بما انه عندنا بطرف الـ input مع اللود اكو دايود، فما راح يرجع تيار من يعني من يصير هذا open circuit ماكو تيار يمشي بهذا الاتجاه، لان هذا ايضا حيصير open circuit، لان التيار اذا يجي بهذا الاتجاه يصير عكسي الدايود، فأيضا open circuit فما راح يمشي تيار بهذا الاتجاه. بال RTL ماكو دايود فيمشي تيار بهذا الاتجاه من يصير الترانزستور هذا open circuit. زين، هنا قلنا بحالة cut off العفو open circuit ما راح يمشي تيار بهذا الاتجاه. زين، بحالة saturation هذا حيصير short، فهذا التيار حيجي بهذا الاتجاه ما راح يروح على اللود. بس شنو عندنا هنا؟ بما انه مربوط بين طرف الـ VCC والانبوت اكو مقاومة RB، هنا ما كان عندنا الـ RB كانت مربوطة على البيس، فمحتاج ان هذا الطرف لغيناه من الرسم، بقينا فقط طرف البيس والارضي الاميتر، فماكو مصدر VCC حتى يرجع تيار بهذا الاتجاه، فقط دايود. زين، هنا بما انه هذا المصدر قلنا حيرجع تيار
على الدرايف، دائرة الدرايف. فبحالة الساتوريشن حنحسب الاي اوت لو بدل الاي اوت هاي اللي حسبناه هنا. فالمعادلات هي ايضا لوبات، يعني اذا نجي نتبعها كل لوب مثلا هنا حتى يطلع الاي 2 مثلا، فحياخذ لوب في سي سي ناقصا دايوديا. خلينا نشوف وين الاي 2 هذه، في سي سي اللي هي منطيها 4 ناقصا عندنا دايوديا ودايود اخر مال بي اي في بي اي، ف 4 ناقصا 3 في 0.7 لان 3 دايودات على 2 كيلو اللي هي ار بي. فكله يعني معادلات عادية، مجرد نطرح الفولتيات وتقسيم المقاومة الموجودة. فاحنا هنا الفكرة مالها التيارات شنو اللي نريد نوجدها، تيار الاي سي وهنا تيار الاي 1. احنا ليش فصلناهم اي 1 واي سي؟ لان اكو تيار دا يرجع، فبهاي العقدة تيار مال مقاومة ار سي زائدا تيار اللي دا يرجع من اللود دا ينجمعون ويدخلون على الكوليكتور مال الترانزستور. لهذا فصلنا هنا تيار اي 1 واي سي على عكس هذه، كنا نحسبها تيار اي سي فقط. زين قلنا هسه الاي سي، الاي سي شلون حنحسب؟ عندنا الاي سي هو بيتا في اي بي، يعني نحتاج تيار الاي بي. زين تيار الاي بي هو شنو؟ اذا نجي لهاي العقدة اي 3 و اي 2 دي يجي هنا، ف اي 2 هو التيار الداخل على هاي العقدة والتيار الخارج اي 3 و اي بي، ف اي 2 ناقصا اي 3 يطلع لنا اي بي. الاي 2 قلنا هذا لوب حناخذ 4 ناقصا 3 في 0.7 لان 3 دايودات على 2 كيلو المقاومة ار بي. واللوب مال اي 3 شنو حيصير؟ ال في اي اي عندنا 2 و 0.7 الدايود 0.7، فحنجمعهم على قيمة المقاومة ار دي يطلع لنا التيار. فاي 2 شلون نحسب اي بي؟ اي 2 ناقصا اي 3 لان التيار الداخل والخارج طلع لنا اي بي. من الاي بي حن وبيتا حنوجد ارس اي سي، العفو طلعنا الاي سي. الاي 1 حنحسب في سي سي ناقصا الفولتيه هنا على هاي المقاومه اللي هي هذه ناقصا في سي اي ساتوريشن 0.2 على المقاومه يطلع لنا تيار الاي 1. فالاي 1 وهنا عندنا الاي سي خارج من العقده، فمجموع التيارات الداخله يساوي التيار الخارج. فحتى نطلع اي اوت لو، الاي 1 معلومه اي سي معلومه، نطرح اي سي ناقصا التيار الداخل اي 1 هنا فيطلع لنا اي اوت لو اللي هي هاي القيمه. زين التيار اي ان لو شلون حنحسبه؟ نحتاج تيار دا يجي هنا وتيار من هنا راجع من هاي العقده دا يرجع على المقاومه. فهنا الاي 4 داش حيكون عندنا المصدر في سي سي ناقصا الفولتيات شنو اكو بطريقنا. طبعا عندنا هاي مقاومه، ف الفولتيات عندنا دايود هنا اي 4 داش ال 4 ناقصا 0.7 مال الدايود، والساتوريشن لان قلنا بالساتوريشن حيمشي تيار هيجي، فحناخذ في سي اي ساتوريشن اللي هي 0.2 على قيمة المقاومة ار بي منطيها 2 كيلو يطلع لنا الاي 4 داش. الاي 5 داش ايضا ناخذ لوب هيجي عندنا هاي المقاومة والفولتيات ايضا عندنا وين هذا الاي 5 داش 2 فولت مال المصدر و 0.2 مال الساتوريشن و 0.7 مال هذا الدايود ناقصا هذول ال 0.7 و 0.7 مال الدايود يعني. على قيمة المقاومة ار دي 5 كيلو طلعنا الاي 5 داش، فهذا 0.4 اي 4 داش دا يدخل لهاي العقدة، دا يخرج من العقدة اي 5 داش و اي ان ال داش. فا اي 4 داش ناقصا التيار الخارج حتى نطلع التيار الخارج الثاني اللي هو اي ان ال داش، وطلعنا الاي اوت لو والاي ان لود داش فنقسمهم طلعنا
فان اوت. هي الفكرة نحتاج نحسب الاي اوت لو اي ان لو الاي ان لو داش. الاي اوت لو نحتاج تيارين اي 1 واي سي. الاي 1 يطلع مباشرة، الاي سي نحتاج اي بي. الاي بي من شنو يطلع؟ اي 2 اي 3. فطلعناهم نجي نعوض بالاي اوت لو وطلعنا هنا. الاي ان داش ابسط حتكون، لان فقط عندنا تيارين اي 4 داش واي 5 داش، ويطلع لنا اي ان لو داش. زين، هنا الفكره مال عدد الفان اوت بال دي تي ال لوجيك او دي تي ال جيت، هي ايش قد التيار اللي حيعبر الاي سي توتال، خلينا نسميه التيار اللي حيعبر من هذا الترانزستور. ها، ملاحظه هنا بالنسبه للفان اوت، بما انه اسد اذكرها، من يصير هذا اوبن سيركت قلنا هذا الدايود ايضا حيصير اوبن سيركت، فعدد الفان اوت عندما يكون كات اوف هذا الترانزستور، عدد الفان اوت انفينيتي لان اوبن سيركت، فما راح يستهلك اي تيار من هاي الدائره. فايش قد ما نربط فان اوت ما راح تاثر، بما انه هذا كات اوف وهذا كات اوف، فايش قد ما نربط ما راح تاثر. بس من يصير ساتوريشن حيكون عدد اللود ايش قد الترانزستور يتحمل تيار، اللي هو ايش قد يتحمل يدخل بي اي سي توتال. وهذا على شنو يعتمد؟ حسب الاي بي. كل ما يزيد عدد قيمة التيار الاي بي حتنفتح القناة مال ترانزستور، تعبر تيار ازيد. فحنتحكم بعدد الفان اوت من خلال شنو؟ تغيير الاي بي. بس بهاي الدائرة الاي بي شنو دا يتحكم بيها؟ المقاومة ار بي، وار بي هي عادة تكون قيمة كبيرة. فايش راح نضطر نسوي؟ دقيقة، نحتاج نخلي مقاومة متغيرة ونلغي الدايود الموجود هنا، نخلي ترانزستور. هذا الترانزستور ايش راح يسوي؟ هسه اذا نجي نشوف، قبل ما نحكي على هاي النقطة، نجي نشوف تحليل هاي الدائرة. من حيكون الترانزستور موجود بدال الدايود الثاني، ايش راح يصير؟ عندنا فولتية هنا دي تدخل على الكوليكتر، فولتية خلينا نسميها هاي واي وهاي العقدة اكس، واي على البيس. من الفولتية بطرف الاكس هي شنو؟ في سي سي ناقصا فولتية المقاومة هذه، حيطلع لنا في اكس، الفولتية اللي تجي هنا. الفي واي هي في سي سي ناقصا فولتية هاي المقاومة، ناقصا فولتية هاي المقاومة، يطلع لنا الفولتية على طرف البيس. فيعني شنو؟ فولتية البيس دي تكون اقل من فولتية الاكس او الكوليكتور دائما، لان هاي دي تنطرح منها فولتيتين، بينما هاي دي تنطرح من الفي سي سي فولتية واحدة. ف قيمة الواي، فولتية الواي او البيس يعني، هي حتكون اقل من هذه دائما، فهذا الترانزستور ما راح يصير ساتوريشن، يبقى بحالة الفورورد او الكات اوف. فمن حناخذ بالمعادلات باللوبات، هذا الدايود يبقى فورورد دوم ناخذه فورورد، بينما هذا ناخذه ساتوريشن، لان ممكن يصير ساتوريشن. هنا لو فرضا هاي المقاومة نسويها صفر، فيعني رو تصير واحد، واحد ناقص واحد صفر، فهاي المقاومة صفرت، حيبقى عندنا هاي المقاومة. زين، إذا نيجي نشوف يعني المفروض ده يجي بيهم نفس القيمة، فهنا تصير ساتوريشن، بس شنو حيصير؟ فإذا فولتية ناقصا الار بي، لأن واحد الرو قلنا واحد في ار بي ار بي، فالفولتية مال اكس هي نفسها فولتية الواي، بما انه تساوت الفولتية فشنو حيصير؟ وهنا ماكو مقاومة، الار بي واحد ناقصا رو ار بي، ما بقت مقاومة لان صفرت، فصارت شورت. فالدايود مال الترانزستور توازي ويا الشورت حينلغي، يبقى عندنا دايود واحد فقط، وترجع نفس الدائرة مال امو هذي، نفس الدائرة مال باعتبار دايودين بدال الترانزستور. ف
فهنا الدايود من حيصير فورورد قلنا ساتوريشن ما راح يصير، اما كات اوف يا اما فورورد اكتف. من يصير فورورد اكتف تيار الاي سي بما انه ماكو مقاومه هنا حيكون اكيد اكبر من تيار الاي بي. الاي بي بي مقاومه لان ده يمشي بالار بي كامله، فتيار الاي بي مال هذا الترانزستور حيكون قليل، بينما الاي سي بالملي. يعني الاي بي ممكن يكون مايكرو والاي سي بالملي، ففرق كبير بينهم. فالتيار حيمشي، يعني قيمة الار بي صارت اقل. احنا قبل شوية قلنا كل شوية تعلق، قبل شوية قلنا التيار هنا حتى نتحكم بالاي بي اللي دي يتحكم لنا بالتيار الاي سي لازم نغير قيمة الار بي. فالار بي حنتحكم بيها، هذه حيقسم لنا هي مقاومتين الرو، والترانزستور حيتحكم بيها اذا نستخدم هذا الجزء لو لا. بحالة الكات اوف حتستخدم الار بي كاملة حتى التيار الراجع دا يرجع من المقاومتين كاملة. هسه اذا نجي على المثال تتوضح. وبحالة الساتوريشن هاي حتنلغي، تنخذ هاي فقط، فهذا باعتبار سويتش خلينا نقول حيشتغل. وضحنا الحالة مالته انه ليش هذا ما يصير ساتوريشن، و بحالة الشورت هنا من تنلغي هاي المقاومة. هنا مثال هم لوبات، يعني اذا نجي نشوف هم نطلع في اوت هاي 0.2 0.14، ف يعني هي معادلات عادية. وهنا عندنا الرو مثلا، الرو منطينا الرو ار بي 1.75 ومنطينا 1 ناقص الرو ار بي 2 كيلو. اذا ندخل ار بي على القوس حيصير ار بي ناقصا رو ار بي. الرو ار بي هي 1.75 تتحول على هذا الطرف وتصير مجموعهم، فار بي يساوي 2 كيلو زائدا 1.75 يطلع لنا 3.75. يجي نعوض الار بي 3.75 هنا نحول على هالطرف، فيطلع لنا رو يساوي 1.75 على 3.75، فهي مجرد تعويض واحدة بواحدة حتى نطلع قيمة الرو. زين، نجي على تحليل هاي الدائرة من حيكون مربوط وياها لود. فنجي نشوف اللود ايضا قلنا نفس حالة الدي تي ال قبل شوية، كانت دايودات قلنا الـ VCC دا يرجع من هذا المكان ودا يرجع على الـ IC، وقلنا التيار اللي يتحمله هذا الترانزستور يعتمد على الـ IB والـ IB يعتمد على الـ RB. إذا نجي نشوف تأثير هذا الترانزستور بالـ RB، هنا إيش راح يصير؟ من حتيجي تيار على بيتا طرف الـ مو بيتا بيس العفو، هنا حيجي على البيس قيمة قليلة لأن ده ياخذ المقاومة كاملة، بينما الكوليكتر ده يجي عليه تيار. وبما انه هذا فورورد اكتف قلنا ليش فورورد اكتف؟ لأن الفولتية هذه اقل من هذه، ففورورد حيصير ما يصير ساتوريشن. فبما انه فورورد واغلب التيار ده يمشي من الكوليكتر، فممكن من ناخذ معادلة الفولتية نهمل هاي القيمة لأن التيار اللي بيها قليل، فباعتبار ده يجي التيار كامل هيجي بالتيارات كفولتية. هاي حناخذها 0.7 ما ناخذ باعتبار هاي الشورت لأن هو مو ساتوريشن فورورد. يعني هنا احنا ده نهمل قيمة الاي بي باعتبار قليلة كلش، فده نسويها متساوية التيار الاي سي والاي ان ال او اي اميتر ال، وإنما هو مو ساتوريشن. ف هنا إذا نيجي نشوف المعادلات هذه مال التيار اي اميتر ال، لأن هو حيأثر على الاي بي. فالاي اميتر ال شنو المعادلة حتصير؟ في سي سي، الفي سي سي ناقصا الدايود هنا ودايود هنا ودايود هنا، ف VCC ناقصا VBE L
VBEL forward active لأن مو saturation، فحناخذ فولتية الفورورد active ناقصا الدايود ناقصا الساتوريشن مال هذا على رو ار بي. قلنا بما انه التيار قليل كلش ممكن نهمله، فاذا هملنا التيار حيث يعني حنهمل المقاومة هذه لان ما بيها تيار، فعلى قيمة المقاومة هذه فقط اللي هي على رو ار بي. بالنسبة لهذه بالنسبة لهذه المقاومة بما انه التيار دا يجي من هنا ما دا يجي على هذا الترانزستور، فهذا open circuit، فحناخذ مقاومة كاملة اللي هي RB كاملة باعتبار واحد ناقص رو زائد رو، رو والرو تروح يبقى واحد في RB. فهنا حتصير VCC داش ناقصا الدايود on هذه ناقصا VCE saturation لأن هاي السالب حتدخل على القوس على القيمتين على ار بي داش، بدنا ناخذ المقاومه كامله. فهاي الفكره من الترانزستور الاضافي هذا انه دي يتحكم لنا هل ناخذ تنخذ قيمه الار بي كامله لو لا. من هنا ما تنخذ قيمه الار بي، فرو ار بي هي قيمه قليله او اقل من الار بي الاعتياديه الكليه، فحتسمح بتيار اكبر بالاي بي. بما انه حيصير تيار اكبر بالاي بي الاي سي حيصير ازيد، من حيصير القناه مال الترانزستور تدخل اي سي ازيد يعني يتحمل لود ازيد باعتبار تيارات مجموع تيارات الاي ان لو داش حتصير ازيد، فيعني يتحمل الترانزستور تيار اكبر لان القناه صار اكبر. فكره هذه ست تيارات نفسها قبل شوي شرحناها بالدي تي ال العاديه او اللي بدون ترانزستور يعني الموديفايد دي تي ال بدون ترانزستور، ايضا نفس الفكره هنا. يحتاج نوجد شنو الاي اوت لو والاي ان داش اي ان لود داش. فالاي اوت لو حتعتمد على الاي 1، قيمه الاي 1 نحسبها في سي سي على في ناقصا في سي اي ساتوريشن على ار سي معادله طبيعيه. الاي سي حيعتمد على البيتا، البيتا حتعتمد على شنو؟ الاي 2 واي اميتر ال مال هذا الترانزستور. فالاي اميتر ال قلنا شلون حنحسبها من هاي المعادله وضحناه، فحنطلع الاي بي، من الاي بي طلعنا الاي سي، من الاي سي واي 1 طلعنا الاي اوت لو. الاي ان داش حنحسبها هنا بما انه هذا ها فائدة أخرى من الترانزستور هذا، بما أنه صار cut off فما راح يسمح بالتيار I5 يعني I5 داش اللي حسبناه قبل شوية، فما راح يسمح بتيار يدخل هيجي لأن أولا المصدر هذا ما موجود وأكو ترانزستور يعمل كسويتش، فحيصير التيار هو نفسه الـ I4 داش اللي حسبناه قبل شوية، هو نفسه I N low داش. ف حتختصر عدد التيارات بدل ما نحسب I4 داش و I5 داش ونطلع الـ I N low داش، حيصير هو تيار واحد لأن الترانزستور ده يعمل سويتش فصل هذا الجزء عن بقية المقاومة. ف VCE وين صار هاي المعادلة؟ I N low داش VCE داش ناقصا الدايود ناقصا CE saturation على قيمة المقاومة كاملة اللي هي RB داش.